بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل حديثنا عن الإمام الرضا قمرنا الهاشمي لهذه الليلة، ونتحدث بإذن الله عن مكانته ومقامه العلمي. يقول الإمام الحاكم عن الإمام الرضا: وكان يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن نيف وعشرين سنة، وقد روى عنه أئمة الحديث. وقال الإمام السمعاني: والرضا كان من أهل العلم والفضل مع شرف النسب. ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه تهذيب التهذيب، نقل قول الإمام الحاكم وقول الإمام السمعاني المتقدمين مقرا لهما. وقال ابن تغري صاحب النجوم الزاهرة عن الإمام الرضا: وكان إماما عالما، وكان على هذا سيد بني هاشم في زمانه وأجلهم. وذكر القرماني المالكي أن الإمام علي بن موسى الرضا لما دخل نيسابور في السفرة التي خص فيها بفضيلة الشهادة، كان راكبا على بغلة شهباء وعليه قبة مستورة، فشق سوق نيسابور، فعرض له الإمامان الحافظان أبو زرعة ومحمد بن أسلم الطوسي، ومعهما خلائق لا يحصون من طلبة العلم والحديث. فقال: أيها السيد ابن السادة الكرام، بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين، إلا أريتنا وجهك المبارك الميمون ورويت لنا من حديث آبائك عن جدك صلى الله عليه وسلم. فاستوقف البغلة وكشف المظلة وأقر العيون بطلعته المباركة، فكانت له ذؤابتان متدليتان على عاتقه، والناس ما بين صارخ وباك ومقبل لحافر بغلته، وعلى الضجيج. فصاحت الأئمة والعلماء: معاشر الناس أنصتوا. وكان المستملي أبو زرعة ومحمد بن أسلم. فقال الإمام علي الرضا: حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه الحسين شهيد كربلاء، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: حدثني أخي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حدثني جبريل عليه السلام، قال: سمعت رب العزة يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. ثم أرخى الستر على القبة وسار، والخبر في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني. قيل: فعد أهل المحابر والدوات الذين كانوا يكتبون تلك الغداة فأنافوا على 20,000. قال القشيري: اتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض أمراء السامانية فكتبه بالذهب، وأوصى أن يدفن معه في قبره. التقى رجل بالشاعر أبي نواس وقال له: ما رأيت أوقح منك، ما تركت خمرا ولا طودا ولا مغن إلا قلت فيه شيئا، وهذا علي بن موسى الرضا رضي الله عنهما في عصرك لم تقل فيه شيئا. فقال: والله ما تركت ذلك إلا إعظاما له، وليس يقدر مثلي أن يقول في مثله. ثم أنشد بعد ساعة قوله: قيل لي: أنت أحسن الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك في جيد القريض مديح يشمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح بن موسى والخصال التي تجمعن فيه. قلت: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل صاحبا لأبيه. ودخل عليه دعبر الخزاعي الشاعر بمرو، فقال: يا ابن رسول الله، إني قلت فيكم أهل البيت قصيدة، وآليت على نفسي ألا أنشدها واحدا قبلك. فقال له الإمام الرضا: هاتها. فأنشد: ذكرت محل الربع من عرفاتي، فأجريت دمع العين بالعبرات، وقد عزني صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار مقفر وعراتي، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منن، وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار لعبد الله والفضل صنوه نجي رسول الله في الخلوات، منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات، منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والرحمات،
منازل وحي الله، معدن علمه، سبيل رشاد واضح الطرقات. فأين الأولى شطت بهم غربة النوى، فأمسين في الأقطار مفترقات. هم آل ميراث النبي إذا انتموا، وهم خير سادات وخير حمات. مطاعيم في الإعسال في كل مشهد، لقد شرفوا بالفضل والبركات. أئمة عدل يقتدى بفعالهم، وتؤمن منهم زلة العثرات. فيا رب زد قلبي هدى وبصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. لقد أمنت نفسي بهم في حياتها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. ومن كلماته النورانية قوله رضي الله تعالى عنه: من رضي من الله عز وجل بالقليل من الرزق رضي منه بالقليل من العمل. وقال: لا يعدم المرء دائرة السوء مع نكث الصفقة، ولا يعدم تعجيل العقوبة مع الدراع البغي. وقال: الناس ضربان، بالغ لا يكتفي وطالب لا يجد. وقال رضي الله عنه: اصحب السلطان بالحذر، والصديق بالتواضع، والعدو بالتحرز. وقال: لا خير في المعروف إذا أحصي. وفاته رضي الله تعالى عنه، قال ابن طولون الشافعي: توفي آخر صفر سنة 2200 بمدينة طوس، وهي مدينة مشهد المعروفة اليوم. وصلى عليه المأمون ودفنه ملاصق قبر أبيه الرشيد. وكان سبب موته أنه أكل عنبا كثيرا، وقيل بل كان مسموما فاعتل منه ومات. السلام على الإمام الرضا، يوم ولد ويوم قتل مسموما، ويوم يبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.